بفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهارده. سؤال حلقتنا النهارده كان بيقول: توقع حضرتك في مباراة النادي الإسماعيلي إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي، توقعاتك بالنسبة للنتيجة. وأعتقد كل الناس وكلنا عارفين، جماهير النادي الأهلي عارفة، إن مباراة نادي الإسماعيلي ليها أهمية خاصة جدا جدا. مباريات نادي الإسماعيلي دايما بتتميز بالكرة الجميلة، عارفين عن النادي الإسماعيلي بيلعب الكرة الجميلة، عنده طموحات أكيد رغم وجود طبعا نادي الإسماعيلي في يمكن مؤخرة الجدول الدوري في المركز ال 16، لكن دائما وأبدا مباراة نادي الإسماعيلي والنادي الأهلي ليها طابع خاص، ليها جماهيرية خاصة. طبعا المدرب يوفيتش المدرب البوسني أكيد عنده طموحات كبيرة جدا إن هو عايز يطلع من الكبوة ديت، وما فيش أفضل لا قدر الله طبعا انه يطلع من هذه الكبوه بنتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي، فهتكون بالنسبه له نتيجه فيها دفعه معنويه كبيره جدا ليه ولاعيبته. على الجانب الاخر اكيد النادي الاهلي ليه حسابات واهداف من هذه المباراه. اهداف النادي الاهلي اكيد هو الفوز اولا للاستمرار والوصول لصداره الدوري على مستوى المشوار المحلي، واكيد مهم جدا جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله نسافر الكونغو واحنا يعني كسبانين. عوده الانتصارات مره تانية اكيد هتكسب الجهاز الفني واللاعبين روح جديده، انتصار جديد ان شاء الله في الدوري يدينا دفعه كمان لمباراه البيتا كلوب في الكونغو اللي لها مباراه مهمه جدا جدا. وبالتالي ان شاء الله يوم الاربعاء منتظرين، يعني زي ما حضراتكم معودينكم في البيت الكبير، تعليقات حضراتكم على السؤال او اجابات حضراتكم على السؤال من خلال البيت الكبير ونتيجه توقع مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي ان شاء الله يوم الاربعاء.